السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم السيد زين ناصري من مدينة وهران. اليوم لدينا ضمائر شخصية باللغة الدنماركية، فلنبدأ. إذن لدينا أنا. ياي أنت، أنت، أنتم، يعني المخاطب. مثلاً أنت، أنت، أنتم، وهكذا أنتم تستوي. دو ياي دو هو هان هي هن هم. أما بالنسبة للشيء مثل like in English like it did. الشيء مثلا الشيء بالنسبة للشيء تساوي did. Like it in English. Like it, yes. نحن في. نحن. وأخيرا يعني they in English هم هن دي. إذن personale pronomen ضمائر شخصية باللغة الدنماركية. ياي دو هن يعني هو هن هي ديت يعني شيء في نحن وأخيرا دي يعني داي يعني هم أو هن. شكرا لكم ومرحبا بكم في تعلم اللغة الدنماركية في مدينة وهران وشكرا. السلام عليكم.